السلام عليكم، صحايتكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. اليوم جيتكم بوصفتي الخاصة في تقليل نمو الشعر. شرط هذه الوصفة أن تقومي بنزع الشعر من الجذور، غير ذلك فلن تنفع. إذا لم تتواجد عندكم الآلة الخاصة بلاسيير كما أنا، تقدروا تحموها في البان ماري أو ما يسمى بحمام مريم. غادي نجربها لكم في هذه المنطقة فقط باش تشوفوا الكيفية. الحاجة اللي تعجبني في هذا لاسيغ أنها تجف بالخوف وما تتفتتش، ماشي كيما لاسيغ الطبيعية اللي نلقاو صعوبة في الصيف باش نطبقوها. كما راكم تلاحظوا جفت، وانا نفضل نقلعها في اتجاه نمو الشعر، هذا ما يسبب ليش ضرر كما الاتجاه الاخر. طبعا راكم تلاحظوا انه ما فيش شعر كتير، رغم اني قمت بعملية النزع اخر مرة كانت في الاسبوع الاخير لرمضان، ثم من هذاك الوقت تقدر تقولوا شهرين. وزيادة على ذلك تعجبني هاد لاسيغ من تساعد على تبييض البشرة، كما راكم تلاحظوا الفرق أمامكم. وبعد النزع نمر مباشرة في تطبيق الوصفة. سر هذه الوصفة متواجد في نبات السعد، هذا هو نبات السعد العجيب. فضلت أني نجيب لكم زيت السعد، تقدروا تلقوه عند الأعشاب أي بائع الأعشاب أو المحلات اللي يبيعوا الزيوت، وإذا لم يكن متواجد في منطقتكم تقدروا تشروا مثلا زيت الورد كما هذا أو ماركات أخرى. زيت الورد ما يقللش من نمو الشعر، ولكن أنا ضفت ليه بذرة السعد. هذه هي البذرة اللي أنا نسميها بالبذرة العجيبة، البذرة اللي طالما ساعدتني وهنتني. طبعا تقدروا تلقوها عند بائع الأعشاب. بغيت نجيبها لكم باش تشوفوها تعرفوها. إذا كان متواجدة عندكم نبات السعد في الحديقة، يعني اللي حدا البيت تاعكم أو في حديقة تاع المنزل تاعكم، فراح تلقوها لاصقة في الجذور تاعها، أي راح تلقوها الداخل في التراب. بغيت نوريلكم الفرق ما بين زيت السعد اللي ما ضفت ليه والو وزيت الورد اللي ضفت ليه بذور السعد. ما راكم تشوفوا اللون تاع زيت السعد راه شفاف، هذا لا يعني انه غير صالح، ولكن الفائدة تاعه قليلة. اما زيت الورد اللي راني زايدة فيه بذرة السعد يتحول اللون تاعه إلى اللون بني الغامق، وهذا يدل على أن بذور طلقت الفوائد تاعها. فقط ملاحظة، ماشي شرط أنك تستعملي زيت الورد، في هذه الحالة يمكن استبدال زيت الورد بزيوت أخرى كزيت اللوز المر أو زيت الصبار أو غيره، المهم ألا تكون زيوت تساعد في تطويل الشعر. طبعا بذرة السعد ما راش تعطيكم مفعولها عند إضافتها للزيت مباشرة.
نقدر نضيفها لأي من الزيتين، يا إما زيت الورد أو الصاد. أول خطوة نقوم بها نطحن بذرة الصاد جيدا، ثم نضيفها إلى الزيت ونتركها 40 يوم في الظل، ولا تقدروا تلفوا عليها ورق وتعرضوها للشمس كل يوم لمدة 20 يوم باش تساعدكم حرارة الشمس في إطلاق مفعول بذرة الصاد. راح نستعمل كمية زيت على حسب المنطقة. يجب الدلك جيدا حتى يدخل الزيت في المسامات اللي خرج منها الشعر. راح تقوموا بهذه العملية لمدة 5 ليالي. من الأفضل في الليل، أنه في النهار راح تتعرضوا لأشعة الشمس وهذا راح يخلي لكم البشرة تاعكم داكنة. مفعول بذرة الصاد هو مفعول الليزر الطبيعي، أي يعني غادي تقلل من نمو الشعر بدون أي ضرر. هذه الوصفة ما جربتهاش غير أنا، عطيتها لصديقاتي وجربوها وفادتهم حتى هم. نتمنى أنكم تجربوها أنتم تاني. نتمنى أن الوصفة قد نالت إعجابكم. ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة باش توصلكم المزيد والمزيد من الوصفات المجربة. ما تبخلوناش بجام إذا عجبتكم الوصفة. تبقوا على خير.